ورجعنا تاني اهوت ونصور عشان اوديكوا الطلعه بتاعت الله. طبعا على وضعك بقى، على وضعك يا برنس، منظر جميل يعني، المنظر ذات نفسه عارف انت ايه، يفتح نفسك ان انت تصور. انت بتصور ما بتعملش يعني حاجه، انت بتصور وخلاص. بس ايه، ده مكان مطعم بيبيع بيقدم اكل وشرب وكده، طبعا شرب يعني كل حاجه، كحوليات، خمور، ربنا يعافينا منها يعني. واحد بقى يكتب في التعليقات يا عم انت ما اتصل على... انت عامل الفيديو عشان تتوب ولا ايه يا عم؟ انا بقول لك ربنا يعافيك بدعي لك. ده شجر صفصاف. شايف الشجر عامل ازاي؟ شايف الشجر كله كانه مسرح شعره فعلا. بص بقى الدخله بتاعت الله، اهو دخله الله ديت. ناس بتاكل في جرين كينج، ده باب طبعا شغال ما شاء الله يعني، اكيد بيعمل بقى ايه فلوس كويسه. الله يفتح عليه ويبارك له. ماشي، معظم اكلات البابات يا جماعه بيبقى اكل فروزن، يعني اكل مجمد. ده الشجر في كل مكان اكل مجمد، بيتسخن في الميكرويف و بيتقدم، هو ده اكل الباب، مش اكل فريش. وبعد بعد ازمه كورونا بقى الاكل كله فروزن. ده منظر طبعا، انا ماسك التليفون جامد جدا عشان ايه ما يوقعش في الميه. طبعا ان هو مش موضوع تصوير بس، الموضوع ان كل البني ادمين دلوقتي حياتها على التليفون، الحساب بتاع البنك، ممكن ما يكونش فيه فلوس بس هو حساب البنك والحاجات دي. دي ناس هتبدا اهوت، قوارب صغيره جدا ها، هتبدا هيقولوا واحد اتنين تلاته ويبداوا السباق. واخد بالك؟ انا زهقت، انا خايف وانا بصور عليا النعمه، هم مش عارف يعني ايه يعني، انا خايف وانا بصور. اهو هيبداوا السباق اهو، تمام اهو، تمام اهو، برضو الجزء الثاني اهو اهو. بيبقى في اماكن كده عارف انت، تحس ان هي فيها تاريخ، مكان كامبريدج كلها بتحس فيها، تحس ان انت في فيلم قديم وبتصور مثلا ايه فيلم بس انت جواه، فانت وانت بتشوف الفيديو حس ان انت جواه. طبعا الناس معديه جنبك ولا شاغل باله حد اللي انت حد شاغل باله بيك، محدش شاغل باله اللي انت بتصور بتكلم نفسك، محدش شاغل باله بيك خالص، هو شاغل باله بسكته.